معي من لندن عادل درويش المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. إذا لا الدفاع لوحده ولا الهجوم يكفي، هذا ما قالته ماي، وطبيعة التهديد لبريطانيا اليوم من قبل الجماعات الإرهابية أصبح أكثر تعقيدا. ما الاستراتيجية الجديدة التي سنشهدها لبريطانيا؟ هو خطاب السيدة ماي هو ربما أقوى خطاب قالته حتى الآن، أنها ذكرت الراديكالية الإسلامية، ذكرت أن يعني ما كفى الآن، وذكرت أن هناك تسامح وتساهل مع التطرف في بريطانيا. فهذه طبعا خطوة جديدة، هي تريد أن تستخدم أو تجبر مع التعاون مع بلدان أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وما الى ذلك ان تفرض رقابه اكثر او تاخذ او تشطب صفحات المتطرفين حتى تصل بعضهم البعض. ايضا اشارت الى ان ما يسمى بالحاضنه او المجتمعات الاسلاميه نفسها يجب ان تلفظ هؤلاء المتطرفين، لكن طبعا ما يعني خاب املي في انها لم تستخدم تعبير الاسلام السياسي، لان المشكله هي في الاسلام السياسي. لا تزال يعني تخشى ان تتهم بالاسلاموفوبيا لم تستخدم التعبير السياسي. ايضا اشارت الى ضروره اندماج الكل في ثقافه واحده، الثقافه البريطانيه، لكنها لم تستخدم تعبير التعددية الثقافية، لأن التعددية الثقافية هي التي خلقت نوع من الجيتوهات الثقافية يعيش فيها المسلمين. وأخذت بعين الاعتبار أيضا موضوع الإسلام من ناحية أنه هذا لا يشبه الإسلام، أكدت على هذا الموضوع في الكلمة التي ألقتها، أنه هجمات لهكذا جماعات إرهابية. يعني هذه النقطة التي أريد أن أقف عندها، لأن هنا تريد أن تدغدغ مشاعر المجتمعات الإسلامية، خاصة النشطاء منهم، خشية أن يتهموها بالإسلاموفوبيا. لكن المسألة هنا يجب أن توازنها، لأن على المسلمين على المجتمعات الإسلامية أن ترفض هؤلاء، وعلى المجتمعات الإسلامية أن تراجع ما يسمى في البلدان العربية بالخطاب الديني، لأن المشكلة في الإسلام غير مثلا عندما جاء مارتن لوثر و تطور التفسير النصوص الدينية المسيحية، الإسلام المسلمين يعتبرونه كلمات الله، وبالتالي فلا غير التطوير. ومن هنا كان يجب أن توازن ذلك بالسؤال عن إذا كان هناك ضرورة لتعديل هذا الخطاب مقابل لما قالته على أن هذا دين الإسلام. مساهمات الدول العربية المسلمة بمكافحة والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية إلى أي درجة هو من أبرز العوامل التي تفرض نفسها بهكذا خطابات بعد هكذا هجمات إرهابية وإدانات دولية لتفريق بكل وضوح يمن على الأرض، لتفريق بين أعمال هؤلاء وبين حقيقة المسلمين؟ هي طبعا لا دور للدول العربيه في ذلك، الدول العربيه او الاسلاميه يجب ان تتعاون مع بريطانيا في مكافحه الارهاب، هناك تعاون على المستوى الامني، لكن حتى الان ما نسمعه هو اعتذارات ان هؤلاء لمسون المسلمين. على سبيل المثال تجد ان عشرات الالاف واحيانا مئات الالاف من المسلمين يخرجون في مظاهره ضد كتاب لم يقرؤوه، أو ضد رسومات كرتونية في مجلة لم يسمعوا بها في بلد لا يعرفونه، لأن أحدهم قال ذلك أو إمام قال لهم ذلك. نعم صحيح صحيح، ولكن هنا نتحدث عن تطرف وعدم انفتاح، لا نتحدث عن المسلمين. أين هي مظاهرات المسلمين في البلدان الإسلامية ليقولوا كثقافة شعبية؟ عندما يخرج مظاهرة إسلامية تقول أن ما حدث في لندن أو ما حدث في صعيد مصر أو ما حدث في بغداد قبل بضعة أيام ليس باسمي ولا يمثل الإسلام، لم نرى مظاهرة واحدة في أي بلد إسلامي، لكن رأينا مظاهرات نعم. بغض النظر يعني يهم هو صناع القرار، صناع القرار والمسؤولون، يعني لا يمكن دمج هذا بما يحدث في الشارع. صناع القرار والمسؤولون في الدول العربية في الدول المسلمة هم ما يظهر دائما
لإدانة ما يحدث، خاصة يعني نتحدث عن منابر حقيقية، نتحدث عن الأزهر الشريف مثلا، دائما ما يتحدث بهكذا موضوع مثل ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة. بس استفسار أخير إذا أمكن سيد عادل، صحف البريطانية كيف تتعامل اليوم مع ما حدث أمس؟ الصحف البريطانية طبعا مواقفها دائما حذرة، لكن تعرف ان القوانين لا يريد احد ان يتهمها ب الاسلاموفوبيا وما الى ذلك، لكن هناك افتتاحيات الصحف بعضها يذكر ما ذكرته من ان الثقافه الشعبيه الاسلاميه يجب اعاده النظر فيها. اخرى مساله دعم البوليس، لان البوليس تحرك بسرعه كبيره من بين الجرحى، رجل بوليس كما تعرفين بوليس غير مسلح، هذا موقف الصحفي في بريطانيا. نعم، سنرى ما الذي سيحدث، خاصه بعد ما اكدت ايضا تيريزا ماي بانه الانتخابات في موعدها ستبقى الخميس المقبل. نتابع هذا الموضوع دائما معكم من لندن. عادل درويش المحرر السياسي لمجموعه ديلي ميل، شكرا لك.